ولمناقشة الواقع البيئي في العراق وموجات الجفاف والتصحر الذي تضرب البلاد، معنا من ستوكهولم الأكاديمي المتخصص في شؤون المياه الدكتور نظير عباس الأنصاري. مرحبا بك معنا دكتور. الله يخليك، الله يحفظك، تسلم. دكتور، كيف تقيم الواقع البيئي في العراق تزامنا مع احتفاء العالم بيوم البيئة؟ في الحقيقة الواقع البيئي مع الأسف مقتم، يعني كل الأمور اللي نشوفها والتقارير اللي هسه قبل قليل طلعتوها سلبية جدا بالحقيقة. وهذه المسألة صار لنا أكثر من 15 سنة نتحدث عنها ونحذر من هذه الأمور، لأنه شحة المياه سببها ثلاثة أشياء رئيسية. السبب الأول هو التغير المناخي، وفي هذا الخصوص التغير المناخي يعني يشمل كل دول العالم، لكن دول العالم أخذت إجراءات معينة للتغلب على هذه المسألة. السبب الثاني هو المشاريع الإرهابية في دول الجوار وخاصة تركيا وإيران. وإيران طبعا من زمان سدت الكارون، حولت كل مياه الكارون داخل إيران اللي كان يمثل 40% من مياه شط العرب. نعم. وهذا أدى إلى تلوث مياه شط العرب وأيضا صعود مياه الخليج إلى مناطق لم تصلها سابقا، وهذا أدى إلى تلوث المياه وتلوث وتملح التربة. نعم. وهذا طبعا له تأثير كبير على البيئة بالمنطقة. كما السبب نعم. العفو، أيضا في هذا الخصوص يعني ديالة، أيضا نهر سيروان اللي هو الرافد الرئيسي للديالة أيضا حولت مياهها، ومحافظة ديالة تأثرت بشكل كبير جدا. إضافة إلى اللي تفضلت به، هناك وديان جانبية، أكثر من 40 وادي جانبي كانت تجلب حوالي 7 إلى 10 مليار متر مكعب من المياه إلى العراق، كلها حولتها إيران إلى داخل أراضيها. وحاليا في أحد الوديان اللي يغذي سليمانية أيضا هذا تحولت مياهها إلى داخل إيران. نعم. فسليمانية أيضا راح تبدي تعاني من شحة المياه. السبب الثالث لمشكلة المياه هو الإدارة داخل إدارة ملف المياه داخل الحكومة العراقية. يعني هذا الملف اللي احنا صار نتكلم عنه سنين ما حد ينتبه له، ليش ما أعرف. يعني هذا الملف أثبت فشله بشكل ذريع جدا. فمثلا تقنيات الري المستخدمة هذه كلها فواقدها المائية عالية جدا جدا، وإحنا ذكرنا في كثير من المؤتمرات والبحوث يا أخوان غيروا نمط الري، لأنه هذه الري الحالي فواقد المائية كبيرة. إحنا نفتقر إلى خطة زراعية. نعم. اسمح لي دكتور، سندخل في هذه التفاصيل، لكن هناك على ما يبدو إهمال حكومي من طرفين. الأول، ليست هناك إرادة حقيقية كما يقول مراقبون في المطالبة بحصة العراق من المياه، وبالتالي يعني إمكانية تقليل هذا الشح الموجود. الثاني هو سوء الإدارة الذي تفضلت به في إيجاد حلول واقعية للتعامل مع هذه الأزمات التي تحصل في البلاد. على سبيل المثال، هناك كان دائما زيادة في اللسان الملحي في الأهوار، والحكومة كانت تعلم ذلك ومع هذا لم تعالج هذه النقطة. ماذا بإمكان الحكومة والجهات المعنية أن تفعل في هذا الملف؟ في هذا الملف احنا ذكرنا أولا نمط الري يجب أن يتغير. بالنسبة للسان الملحي اللي تفضلت عليه، في كثير من الدراسات حول هذا الموضوع، وممكن إنشاء بوابات يعني سد ناظم بالحقيقة على شط العرب يمنع تقدم مياه البحر أثناء المد. يعني بكل بساطة ممكن عمل ذلك. ماكو شيء ما له حل، لكن تحتاج أنه تخلي الشخص الفاهم واللي يضع يعني البلد، مصلحة البلد أمام عينه، مو مصلحته
الشخصية أو مصلحة البلاد الأخرى. المفروض أنه مصلحة الوطن هي أهم شيء نفكر به. فالحلول موجودة أخي العزيز، وذكرناها مو بس أنا، عديد من الإخوان المختصين في هذا المجال ذكروها، واتفقنا ورفعنا مذكرات عديدة إلى الحكومة. لكن مع الأسف الإدارة فاشلة، وهذا نوع من الفساد وعدم الدراية بما يجري، وهذا طبعا يعني نتائجه سلبية جدا. يعني أنتم ذكرتوا مثلا كمثال الجاموس في الأهوار. نعم. أنت تعرف أنه كان عدد الجاموس في الأهوار سابقا 1.25 مليون رأس جاموس، حاليا أقل من 200 ألف. نعم. يعني هذا مثال بسيط على هذا الأمر. إضافة لهذا، إحنا الأراضي الزراعية المفروض تغطي 28 مليون دونم، حاليا أقل من 5 مليون دونم. فأنت من هذه الأرقام تقدر تعرف التدهور اللي حاصل في ملف المياه. ومع الأسف أنا ما أعرف ليش الحكومة ما مهتمة بهذا الشيء اللي هو هل هذا يعني يتطلب دكتور انه تدويل القضيه المناخيه للعراق مثلا، او الازمه المائيه او ما الى ذلك؟ هل هناك اطراف يمكن ان تقوم بذلك غير الحكومه؟ يعني انا ذاكر هذا الشيء سابقا وعلى قناتكم المحترمه. العراق او الحكومه العراقيه يجب ان تمشي بمسارين متزامنين. الاول هو مطالبه دول الجوار بحصص العراق المائيه، وهذا أنا ذكرت أنه إذا تكون المباحثات حول المياه فقط، إحنا جربناها صار 50 سنة وما وصلنا إلى نتيجة. وحرب الخليج الأولى هي سببها حصص المائية للعراق من إيران. فلذلك هذا الملف يجب أن يشمل القضايا الاقتصادية والعسكرية. ليش؟ لأنه إحنا نستورد مليارات الدولارات من البضائع من تركيا وإيران، و اصلا اقتصاد ايران بضع سنين السابقه معتمد بشكل كلي على العراق. فلذلك هذا الملف مهم بالنسبه لها، زائدا الامور الامنيه والعسكريه. واحنا نعرف بالنسبه لتركيا مثلا، بين حين واخر نسمع قطعات تركيه تدخل الحدود العراقيه او طائرات عسكريه تركيه تدخل الحدود العراقيه، فهذا الشيء يهمهم. الشيء الآخر، الخط الآخر اللي المفروض تمشي به، هو تحسين إدارة المياه داخل العراق. وقلنا واحد منها نظام الري يجب أن يتغير. الشيء الثاني، يجب أن نتجه إلى المصادر غير التقليدية للمياه. يعني ما نظل نعتمد بس على مياه نهري دجلة والفرات ورواقدهم، لازم نسوي أمور أخرى اللي هي الحصاد المائي لمياه الأمطار. وأنا ذكرت في عدد من المناسبات أنه إحنا أجرينا العديد من التجارب على هذه القضية، ومن الممكن أن نجمع ملايين الأمتار المكعبة من المياه بواسطة لو كانت هناك إرادة حقيقية. دكتور نظير عباس الأنصاري، الأكاديمي المتخصص في شؤون المياه من ستوكهولم، شكرا جزيلا لك.